البنات السلام عليكم الغزالة الفنانات الحبوبات ديالي، كنتمنى منكم اليوم نصور لكم السهرة كاملة غتشوفوها كاملة ان شاء الله. كنتمنى منكم ديروا لي لايك وديروا بارطاج وديروا جيم وديروا تعليق زوينين بحالكم يا ناس زوينين. كنتمنى تفرحوني بالتعليق كما انا فرحانة اليوم في هذه السهرة يا اختي، وراني يا اختي مزوقة ومقادة يا اختي باش نبان لكم احسن حلة لهذا العزيز الغاليين. انتم راكم عارفين الحياه العلي محتاجه للدعم ديالكم، محتاجه للتعليق الزوينين، محتاجه لي لايك، محتاجه للبارطاج، وشكرا. وكنتمنى تمشيو مع الفيديو كامل تتكملوه كامل وغيعجبكم وغينال الاعجاب ديالكم، وفي واحد السهره رائعه 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 كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بقاو مع الفيديو كامل تتشوفوا بعويناتكم، وهنا غنخليكم العزيز الغاليين أمح عليكم. أقول لقرآني اسمعوني بدي دمية تسلي غدري الزمان ساسوا غدري الزمان غدري الزمان اسمعوني هادي بخطر حبابي وصحابي الزوينين اللي كيوقفوا معايا، واحلى بسمه واحلى بسمه للبنات صحاباتي الزوينين. كلموا اسالوا عن الحب سالوا عن الحب سالوا هل ما عرفوش ما شفتوش ما عرفتوش ما شكرا.
فينا عرفتي كيخليونا حنا جالسين وهما كيربطوا مع حنا جالسين في الكورنيش سمعوا بنت اختي قالت لي ويلي يا خالتي لا كوت ديال اكادير في داك الشيء غالي خرجنا جينا شرينا الكلاص كورنيش ديال 3 دراهم دايره 4 دراهم قالت لي خالتي غالي وكلاص شحينا وكلاص دراهم بجوج دراهم سمعوا شنو كلاص دراهم بجوج دراهم ياك شريت لك داك الشيء اللي بغيتي ايوا صافي سالينا ولكن راه ما معقولاش قالت لك ماشي معقول شنو غير رمت شي حاجه يغليوها يا اختي بنات اختي راهم يا اختي كيخمو فيا كيقول لي لالي ما عندكش لالي ما خداماش لالي انت يا مريضه لالي ما تشريش ليا ديك الحاجه ايوا هانت ما نعاودش في السهرات في الزين هادي بخاطر الناس اللي كيبغيو شو شو عزو اقلي ما يرضوش يا مرا وهلا عايزه واش تحيا ماشي خالتي ايوا حنا رجعنا للمقر ديالنا نهار ليا ديالي حنا كتعجبنا هاد البلايص كنجلسو فيها امور هاد البلاصه ما كيخليش واحد قلت لي بغيت ندير فيها بغيت ندير فيديو لداخل قال لي انت المره الجايه دابا انا كندير فيديو بوحدي شي ما كنقدرش نصور الريستو Thank you.